أنا على جمر الغضاء. طبعا ما أدري هل طبعا الله يسعدكم جميعا. حاب أذكركم أذكر نفسي بوقف الأيتام في جمعية رؤوم. 300 ريال تكفل لك يتيم طول ما أنت حي، وحتى بعد ما تموت بعد عمر طويل إن شاء الله. والله ما حد منا ضامن أعماله، ولا حد منا ضامن يومه، ولا حد منا ضامن حتى لو بعد ساعة قدام. فالرسول عليه أفضل الصلاة والتسليم وصانا في حديث: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. فهذا أعظم ضمان من أعظم شخص في البشرية، رسول الله صلى الله وسلم عليه. فلا تبخل على نفسك، 300 ريال تكفل لك يتيم مدى الحياة، وبتلقاها في دنياك وبتلقاها في آخرتك. أما الشباب فالله يعينك يا أبو نهار، والله يعينهم إن شاء الله. من يوم شفت البارح البروستد، لا على الأقل البروستد ما فيها كتمة، ضاق صدري. ليه كتمت هنا؟ لأنه الفلفل